نورينا والله. حبيبتي. وفكرة قلنا نجمع فيها بقى الفيتامينز الخاصة بالرجالة والستات، عشان يعني مش عايزين نعمل برضو ايه حد يزعل مننا، ماشي. نجمعها رغم زي ما كنت بقولك اكيد طبعا السيدات بيبقى ليهم احتياج لفيتامينز مختلفة الى حد ما برضو عن الرجال، والعكس صحيح. بالنسبة لكمان السن بيفرق جدا. نبدأ مع المرأة، وفكرة هنا ان انا كسيدة انا عايزة من وانا عندي مثلا 15 سنة ابتدي، او انا عندي 15 سنه او بنتي عندها 15 سنه او واتيفر، ان انا احافظ على صحتي لغايه لما اكبر علشان اتفادى العجز البدري او المبكر والامراض اللي قدر الله ممكن تيجي بعد سن معين بحكم السن يعني، او هشاشه العظام او 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 الى اخره. ابدا من بدري واعمل ايه؟ طبعا ابدا من بدري وابدا من سن اصغر، يعني اصغر من 15 كمان. بقول للامهات خلوا بالكم من طريقه اكل اطفالكم. يعني يمكن حاجه شفتها قبل كده مستفزه شويه بالنسبه لي، لما اخش اي محل بنت صغيره بتصرخ كتير مثلا، فمامتها تجيب لها كانديز قد كده فتسكت. الحاجات اللي بتربوا عليها في اكلهم وان هم اطفال هيترتب عليها حاجات كتيره جدا لما يكبروا. لو انا عودت طفلي على الاكل اللي كله سكريات والحاجات دي، لما يكبر هيبقى ممكن يحصل له مقاومه للانسولين، ممكن يحصل له مشاكل في عمليه التمثيل الغذائي سواء طفل او طفله. طيب لو هقول ان الفيتامينات والمعادن مهمه من سن بدري، يعني من سن 13 سنه مهم جدا، مهم جدا للبنات تبتدي تاخد فيتامين سي وتاخد فيتامين اي من سن 20 سنه، ده لازم. لان الكولاجين بينقص تدريجيا بعد سن 25 سنه، ولو انا ما تفادتش الموضوع ده ان فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين هعجز على طول. بتلاقي بناتي انا هوند في العشرينات وشها مليان تجاعيد، دي حقيقه، وبشرتها صفرة متهالكه كده متهالكه. بقول لاي سيده او اي بنت ما تعتمديش ان انا شكلي حلو وهستنى. احنا عندنا مشكله كمصريات لازم نستنى المشكله وبعدين نبتدي نحلها. لا انا زي القمر، انا مش محتاجه اي كلام. ايوه لا مفيش حاجه اسمها مش محتاجه، حاجه اسمها كده مفيش. البشره محتاجه ترطيب، محتاجه فيتامين سي، محتاجه فيتامين اي، محتاجه انتي اوكسيدنتس. الستات محتاجين حديد، محتاجين كالسيوم، محتاجين فيتامين بي، فلا مجال يعني لازم فيتامينات من سن صغير. حلو جدا. تعالي ننقل شويه للرجال برضه عشان نعمل بالانس في الحلقه. ايه الفيتامينز تحديدا اللي الرجال بيبقوا محتاجينها وفقا لطبيعه جسمهم، وبرضه الاعمال منهم بيعمل اعمال شاقه مثلا تعتمد على القوه الجسديه، ودي اعمال كتيره منها يعني، فنبدا من هنا. الرجال محتاجين فيتامينات تعلي مناعتهم وتعلي نشاطهم. ايه الفيتامينات اللي بتقدر تعلي المناعه؟ فيتامين سي وفيتامين سي وزنك، دول اللي بيعلوا المناعه جدا. والنشاط محتاج فيتامين ب، عائله فيتامين ب كامله، بي كومبلكس. بي كومبلكس طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يا ريت نصور شكل علبه الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، لاننا ما عندناش بدايل اطلاقا، لا بالاغلى ولا بالارخص. طبعا القرص الواحد احنا شايفين القرص الاخضر بينزل فيه 13 فيتامين ومعدن، مهمين جدا لكل السيدات وكل الرجال من جميع الاعمار. طبعا زنك، فيتامين سي، فيتامين اي، عندي كالسيوم. ستات مهم جدا جدا الكالسيوم ليهم، هم اكيد عارفين. عندي الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا للست الحامل، ومهم جدا الفوليك اسيد لاي حد هيعمل عمليات سمنه مفرطه. هو الكالسيوم لو رجعنا له بس هنا اتكلمنا باستفاضه شويه، في سيدات يعني الكالسيوم ايه مصادره غير مثلا الموز؟ لان في ناس ما بتحبش اكلات غريبه جدا. في حد يقول لك ما بحبش السي فود مثلا، حد يقول لك ما بحبش الموز، في حد بيكره الموز في العالم؟ انا مش بحبه قوي. طب اتفضلي. يعني المصادر الحلوه اللي بنجيب منها الفيتامينز بشكل سلس كده ما بنحبهاش. الكالسيوم موجود مينلي في المشتقات الالبانيه. لا مش في الموز، لا بوتاسيوم اللي في الموز. بوتاسيوم اللي في الموز. معلش. البوتاسيوم مهم جدا. باي ذا واي يعني. طيب الكالسيوم موجود في الالبان، وموجود في البيض، وموجود في المكسرات، موجود في السمسم، بيتخن شويه السمسم، موجود في السمسم. جت على السمسم. لكن اكيد بيبقى صعب ان انا اكل الحاجات دي او واللبن والكلام ده، ممكن انسى. ولازم الجسم محتاج كل يوم 1000 ملي جرام
البالغين من الكالسيوم. الحامل محتاجه 1200، كبار السن قوي محتاجين 1200، لازم ادعم بالكالسيوم. الحلو في قلب مالتي فيت ان انا عندي 70 ملي جرام، عشان انا بقول ان قلب مالتي فيت بيتاخد يوميا، انا مش محتاجه ان انا اوقفه. يقول لك طب ايه ده، طب مش محتاجين نوقفه، طب في كالسيوم، طب ازاي، طب الكالسيوم يعلى، خطر الكالسيوم يعلى. أيوه. اكيد قلب مالتي فيت لا يمكن هيعلى معاهم نسبه الكالسيوم، لان انا عندي 70. بالعكس انا ادعم برضو بالمكسرات وباللبن ومشتقات الجبن. حلوة.